ابلع خد لك خد لك. واو 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 واو. شم هادي شمها. هلو وعسعيد يا شباب، رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم عنا سلسلة جديدة، سلسلة الالتيميت مانيش ناسيها. نحب نبداو مهنة لاعب مع بعضنا. اللاعب شنو اسمه؟ اللي هو العبد لله. الحلم شنو؟ الحلم الكتالوني. 5 سنين انت بابا. 5 سنين؟ لا 15 سنة. فما 10 سنين. اللهم صلي على النبي. بكل بساطة عزيزي المشاهد، السلسلة هذه باش تتكون الله اعلم من عدد الحلقات كم. علاش باش يكون برشا حلقات؟ الحلقات هو اني انا باش نبدا من الصفر، يعني من لا ليغا 2. باش نعمل برشا حلقات، الحلقات باش تكون فيها اول حاجه باش نبداو من ديفيزيون 2. من ديفيزيون 2 نحاولوا نطلعوا لديفيزيون 1 باش نحققوا برشا اهداف ونطوروا من ذاتنا ونطوروا من قواتنا ونطوروا من العلاقات، خاصه مع الانديه القويه. لازم نبصموا، نحطوا بصمتنا في لا ليغا 2 باش نطوروا لا ليغا 1. بخلاف عن ذلك لازمنا نهزوا شامبيونز ليغ، نهزوا لا ليغا، نهزوا كاس اسبانيا، نهزوا كاس الملك، وبخلاف الكره الذهبيه وبرش برش حاجات برش حاجات. كذا حلم من الحلم نتاعي كلاعب، طبعا كلاعب انا باش نلعبها حياه واقعيه. فاهمين شباب؟ ان شاء الله ما تدخلوش علينا باللايك والاشتراك. نتمنى الحلقات هذوما باش يعجبوكم. بالله يا شباب اكتبوا لنا في الكومنتات اذا كان عجبتكم، وانا متاكد اني مش تعجبكم. واذا كان نوعدكم وعد شرف، نوعدكم وعد شرف. انا حاليا حاطط كل جمعة حلقة، كل جمعة حلقة. إذا كان نلقى فيها تفاعل، إذا كان الفيديو هذا يوصل أكثر من 500 لايك، أنا نوعدكم في أقل من جمعة يهبط فيديو آخر، وإذا كان الآخر اللي بعده يجيب 1000 يهبط فيديو آخر، ونوليو نعملوا حلقتين في الجمعة. وخلونا نبدأ. My name is Dabulovic. Remember. ويلا شباب، على بركة الله تلزمنا توا تنزيل آخر تحديثات. اول حاجه عندنا اختيارات، يقول لك اختيار لاعب ايقونه، يعني اللاعب قديم انك باش تلعب اللاعب ايقونه، او اللاعب لاعب حقيقي تعرف على ما ستشعر عندما يصبح لاعبك المفضل احمل عاتقك الضغط العالي، او انشاء لاعب جديده. لا يذوم للرجال، انشاء لاعب جديد للرجال اخطر من مجموعه. احنا شنو الحاجه؟ احنا مش نلعبوا مثلا بميسي كريستيانو حاجه كما هكايا. ولاعب الايقونه هو كما نقولوا احنا بيلي رونالدو الظاهرة. احنا مش نعملوا انشاء لاعب جديد للرجال، يعني دابولوفيتش. هنا قال لي انه يفرض علي اختار جوير، ولا هذايا تقريبا يكون قريب ليا، ولا هذايا قصير، وانا بطبيعتي قصير. زعلان دابولوفيتش. كملنا تضبطنا الاسم وتقبلنا ضبطنا، خاطر صارت خلل اني رجعت وعودت من الاول. دونك تو نمشيو نعدلوا الراس. ضبطنا الوضع، امورنا طيبه. الجوار حاولنا ليك عليه، عملنا الطقم، عملنا كل شيء. تو صراحة نتقدموا للمرحلة اللي بعدها بإذن الله السميع العليم. العمر سجل فارغ، توقعات كبيرة، ارتفاع نحو القمة، العودة إلى المجد أو مخصص. الفارغ يعني مع بداية جديدة، أنت تتحكم في الاختيار التي تتخذها في مسيرتك، لذا أسلك أي مسار تريده. يعني أنا نختار المسار اللي نحبه أنا، مدافع، جناح أيمن، جناح أيسر، جناح ريد بول. يلا نعملوا اختيار. قلت لكم شي حلم كتالوني شباب، قلت لكم شي حلم كتالوني. سبحان الله سبحان الله، جيبوا لي باذن الله. لا ما انا مش نعمل لا مش باش باش نحط لا ليغا هايبر موشن اللي هي لا ليغا الثانيه، و نختار فريق فيه كولور برشلونه. شنو رايكم شباب؟ قررت اني باش نختار الكولور هذا فيه البلو جرانا. اوكي فريق الرجال، يا ستار يا جبار يا ربي لعب عليك. ونبداو المسيره نتاعنا. الطول صراحه مش نعطي حياه واقعيه، الطول نتاعي الحقيقي، الوزن نتاعي الحقيقي الله اعلم. وزني لا، وزني لا صراحه مش نحط الوزن نتاعي صراحه شباب. وزني لا. شو هذا الجسم؟ الطول باش نحط طولي. Ha!
بطلت مانيش نحطوا لي. حاليا شباب كما قاعدين تشوفوا اخترنا الهجوم المركز هجوم الدور يسار بحكم اني قدم مفضله يمين ونعملوا حفظ وبسم الله مدة الشوط 6 دقائق نصف محترف بحكم اني جديد خروج كإعارة مفعل نهج الانتقالات متساهلة نحاولوا انه تكون متساهلة باش نحاولوا انه نسهلوا العلاقات العملة طبعا تكون دولار المنافسات الأوروبية طبعا شامبيونز ليغ هذاك هدف من أهداف وكما قاعدين تشوفوا نسميو بسم الله ونبتدأ على بركة الله. اوكي وبدينا توا بدايات جديدة اليوم جميعنا مفعمون بالامل جميعنا نتبع حلمنا والحلم الكتالوني كما قلت لكم شباب عملنا مهنه جديده وخلونا نبدا مع بعضنا ان شاء الله بيد موافقه شباب حاسس انه باذن الله باش نحقق حاجه جميله ان شاء الله باذن الله باذن الله. ايه وين يا انا وين انا alright come in. You would have noticed some fresh faces here. Today marks the first step towards joining the first team. Now, it can be a long road. Make them feel welcomed, yeah? Yeah, nice. welcome. Shabab! All right, that's it. Yeah, I'm ready. Yeah, Tarek Saiba, حطيني بديل. هذه إشارة مدرب إلدز إلى لاعب جديد قائلا لقد شاهدت دعبول أوفيتش والعياذ بالله طبعا وهو يجتاز اختبار الأكاديمية وسلموا لي يا رجال تعزيز الشخصية عزيز الشخصية تحفيز الزملاء فما نحطوا هذه تحفيز تعطينا نقاط مبدع وتعطينا نقاط المتفرد وتعطينا نقاط قلب النار لياقة وتكليف مباريات الموسم التحضيري والآن ينطلق الموسم حظ طيب يا صديقي شكرا يا فلور تعيين أساليب اللعب وخلونا نبدأ تو باش نعينوا أساليب اللعب متاعنا صراحة نحطوا هنا في الأساليب حدد أسلوب اللعب تسديدة بارعة كرة مستحيلة تمرير ثاقبة تمرير كرة طويلة وهذه تقريبا البرعة حاليا احنا كبداية صراحة شباب نحبوا تمرير الثاقبة للهجوم وكرة مستحيلة والا تسديدة بارعة، تسديدة بارعة تعاوننا انه باش نكونوا من جناح اليسار ونختاروا تسديدة بارعة، اوكي؟ باه كملنا تو من بعد باش يجينا يتوفر فتح انشطة. هنيا حاليا وضع طفرة يا رجال طفرة يا رجال في الجنة ان شاء الله في الجنة باذن الله جديد من المدير الفني لقد اشعر كبير مساعدة انضمامك لنا يا رجال دز زمة يا رجال يا رجال طفرة يا رجال دز زمة عندي زوج رسائل من الوكيل يبدو بدناء الى التوصيل عندك اتلتيكو بلباو طلبت معناها قالت اللي هي تحب على 56 تسديدة مرمى هذوما مهمات لازمني نكملها كما مباراة التشكيلات الاساسية نكون في التشكيلات الاساسية 34% من التشكيلات الاساسية يعني من معظم وقتي عندك تسديدات على المرمى يحبوا 56 والاهداف المسجلة 24 هدف والاهداف هذيك اختياري اذا كانت تحب لمسة اولى والاهداف من الرأسيات وراتب اسبوعي بقيمة 27 نتعديو فما عرض من ريال سوسياد تحب مشاركات في المباريات 38% ان يكون مشارك تمريرات حاسمه 24 الاهداف المسجله من خارج منطقه الجزاء 8 هذه التسديدات البارعه تذكرتوها شباب وفاز بلعب الشهر هو صراحه كبدايه جديده وكاني غير محترف ريال سوسياد اقرب للواقع أما ما نحطوهم في الانتظار عادي نجم نحطوهم في الانتظار إن شاء الله وأول مباراة لي يا شباب لازمني أول حاجة نتدرب فتح مركز تدريب أضف حصة تدريب اندفاع البوابة صراحة باش نلعبها واقعية ولا نعملوا محاكاة شنو رأيكم شباب باهي أنا خلط شباب عملت واحدة برك لازمني نعدل وعملت زوز أضفت زوز نعملوا محاكاة الكل والله يستر أنا حاسس إنه مش كله دي أوكي أوكي نقاط مهارة نقاط المهارة هذوما ضروريين شباب ضروريين مش نطوروا من الإيقاع والتسديد والتمرير والمراوغة والدفاع والبدني والحارس المرمى هذيك ما نحتاجولهاش احنا حاليا أول حاجة اللي هي نحاولوا في التسديد
تسديد والتسديد والتمرير. انتقلوا على بركة الله اليوم المباراة. اليوم المباراة. نجربوا نلعبوا شباب ولا نعملوا محاكاة؟ يا رجال العب التحكم يا رجال، خلينا نجربوا نجربوا شباب، لازمنا نجربوا أول لعبة، إذا كان حسيتوا اللعب من أمه فايدة نحاولوا نحاكيه ونلمدوا نقاط ونطوروا وندربوا، هذه أول مباراة لنا بإذن الله إن شاء الله نربحوا بإذن الله. يا مخي وو على الوهر وو أنا هكا شباب والله. هاي شباب هاي نبدأ على بركة الله. أنا توا حاليا المركز نتاعي كما قاعدين تشوفوا باه. لا لا ارجع ارجع ارجع. علاش ما ترجعش كورة؟ عليه 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 بطاطا في مخك. طلع معك. اصبر اصبر ولا يرحم لي امك. اصبر ارجع 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 يرحم امك. ارجع عدي طالب كورة طالب كورة. ما هو عدي الاخرى عدي السفاها طالب كورة. رجع خود هيد هيك هي الحياة تاخو تعطي تعطيت الكورة قدمت بيها رجع. حلو حلو خود هاني ماشي معك هاني ماشي معك. رجع 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 يطلب تسد برا فكري هاي طاهم معك هاو معك ابلا خود لك خود لك. شماني شمها لا قصير انا قصير. اوه مين على امه كانت تعكس ايه يا اخرا يا وجه النورس. كريمة 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 اسطورة يا قلبي سايب علي وامشي اهو الريق اهو الفيزياء غريت. اسطورة يا قلبي اسطورة يا قلبي معاك معاك على الموت معاك معاك. اوكي اوكي بداية اسطورية بداية اسطورية. هدف النقاط متاعنا نقاط 25 يا رجال والمهام الكل عملتهم والشخصية 148 يا رجال يا رجال. اوه شو 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 لا 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 لا. ويا شباب بصراحة التدريب التدريب تكون تدريب شخصي. باه حاليا كما قاعدين نشوفوا حاطين لي فترة زمنية معينة اني باش نكمل فيها التدريبات اللي انا اللاعب لاعب المباراة مذهل. اسطوري يا رجال اسطوري يا رجال. اجمع الكوس مي سير سعادة سي 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 عادي عادي عادي. نعمل هوني انهاء. حلو 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 حلو. نتيجة تمرير درجة واخذينا ثلاثة نقاط. هذه مش نعملوا لها محاكاة التمرير. اوكي شديدي عارفة عادي عادي. به توا حاليا كملنا التدريب نمشيو اليوم المباراة. الو صديق ولا انا في التشكيلة الأساسية. ووو مشي مباراة خيالتي من المباراة كنت في الدكة وليت في الرئيسية وسلموا لي نجمة من دقيقة 17 مدخليني الأمور طيبة مش نلعب باللعب نتاعي انا. لعبنا بالطقم الثاني شباب. ولينا من اقوى من اقوى من اقوى الشخصيات في الفزع. وزع يرحم لي امك وزع. لا لا في طلبتها في وقت غلط الزح وقت والله العظيم شباب وقت اللي طلبت الكوره انا مانيش في التسلل. هكا هو لا لا ارجع 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 تسلل تسلل. لا ولا تمريره حماسيه مميزه مش تسلل ولا تسلل يرحم امك. ايه مش تسلل ابني التمرير عاصمه امك. هيت هيت عليه عليه ترشوا عليه عليه عليه
ترجع الكورة عليه. هيك خذ يا صاحبي، أنا مش ندخل معك، رجع. مش يزغدوني والله، جلطة جلطة بجننوني والله، مش يجننوني والله. هيا أنا يحطوني في راس المدفع، هيا توا ادخل أنت يا، قل لي تبريرة مش مميزة، أنا معاك. هاك أنت دافع وخرع، واستغفر الله العظيم يا العبية ولد الحرام. محاكيتي لنهاية، طب مش نعمله؟ وإن شاء الله ربي تستر شباب، إن شاء الله يكونوا رابحين. حلو حلو حلو، ماركيت أنا دقيقة 40. أنا هوني يا شباب كما قاعدين تشوفوا، تطور اللاعب المستوى الخامس، أعطونا المكافئة 3، تقديم تقييم المدير الفني اللي أنا أعطاني فلوس 15، والتشكيلة أساسية. معناها المهام عندي مهام واحدة، فما زوز مهامات ما عملتهمش، والشخصية بلوس 180 تقدم. نشوفوا نروا تحطوا علينا ولا في الأخبار. حاليا محكي على أما هو اللي خذ الجائزة. مهارة مش نعملوا نقاط المهارة وننهيهم بها المقطع شباب. به عنا 3 نقاط المهارة صراحة، تسديدات هوائية، وبش نزيدوا شوية في صراحة المراوغة. المراوغة عندي تعبانة تعبانة أصلا، تعبان تعبان. رشاقة علي رشاقة إلا 4. با حلو، ونوصلنا لنهاية الفيديو. سامحوني إذا كان أنا يمكن مانيش فاهم وما عرفتش كيفاش نفهم، عادي جدا، أنا يوتيوبر. معناها نجرب اللعبة هذه صراحة، حبيت نجربها، مانيش مش نفهم فيها، يعني مانيش يوتيوبر في فيها، وأنتم تعرفوا الشيء هذايا. أما إذا كان تدعموني نولي بالوقت نتعلم، ونولي بالوقت نولي نمارس اللعبة هذه، ونكون فيها أسطورة. ما تنسوش علينا بلايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. أشوفكم يا أمل الله، تصبحوا على خير، باي باي. 1 2 3 4